طيب قائمة منتخبنا الوطني: الشناوي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وجنش وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف أحمد أيمن منصور وعمر جابر طارق حامد النني علي غزال عمرو وردة خلاص تم استبعاده نبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ووليد سليمان محمد صلاح مروان محسن كوكا أحمد علي. أما قائمة الكونغو الديمقراطية لماتيبي وبرفيت مانداندا وأنتوني موسى. أما خط الدفاع: إسامة مابيكو ومارفل بوكادي ومارسيل تيسراند وبوبي أونجيندا ونجوندا موزينجا وكريستيان لويندا أرثر مسواكا وحجومة معلش أسماء صعبة أوي شبالي وتريسور موبوتو وشلسيل ميبيمبا ويوسف مولومبو وجاك ماجوما وبول جوزي موبوكو وجانيني امبولا. اما خط الهجوم يليك بولاسي وجوناثان بولينجي وسيدريك باكامبو وايليا مستشاك. كفايه كده النهارده. طيب اللي بعد كده منتخبنا الوطني لقب الفراعنه القيمه التسويقيه 196 مليون يورو و2 من 10 تصنيف الفيفا المركز 58 خفير أجيري المدير الفني. عدد المشاركات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 23 مرة لعبنا 91 مباراة فزنا في 51 تعادلنا في 15 هزمنا في 25. المنتخب الوطني له 155 هدف وعليه 86 هدف. المنتخب الوطني هو بطل أفريقيا 7 مرات والوصيف مرتين. أما المشوار في تصفيات 2019 لعبنا 6 مباريات فزنا في 4 تعادلنا في 1 هزمنا في مباراة لينا 16 هدف علينا 5 أهداف. أما منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية اللقب الفهود قيمة تسويقية 78 مليون و1 من 10 يورو وتصنيف الفيفا في المركز 49 المدرب فلوران إيبينجي ومشواره في نهائي كأس أمم إفريقيا. عدد المشاركات 18 مرة في كأس أمم إفريقيا لعب 70 مباراة فاز في 19 تعادل في 23 هزم في 28 له 82 هدف عليه 98 هدف. أما مشواره في تصفيات 2019 لعب 6 مباريات فاز في 2 تعادل في 3 هزم في مباراة له 8 أهداف وعليه 6 أهداف. المدير الفني خفير أجيري المدير الفني المكسيكي يبلغ من العمر 60 سنة. تاريخ التعاقد 2018 4-2-3-1 طريقة اللعب. أرقامه مع المنتخب لعب 8 مباريات مع منتخبنا الوطني فاز في 6 تعادل في مباراة هزم في مباراة له 20 هدف عليه 6 أهداف. من الواضح جدا الأسلوب الهجومي اللي بيلعب بيه دايما خفير أجيري. أما المدير الفني لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية فلوران إيبينجي جنسية طبعا من الكونغو الديمقراطية وهو من الكونغو الديمقراطية عنده 57 سنة تم التعاقد معه في 2012 إذن رجل متمرس مع منتخب الكونغو الديمقراطية. أما أرقامه لعب 45 مباراة فاز في 22 تعادل في 12 مباراة هزم في 11 80 هدف عليه 54 هدف. نجم منتخبنا الوطني النجم محمد صلاح قيمته التسويقية 150 مليون من ال 198 اللي عندنا وعمره 27 سنة طبعا بيلعب في فريق ليفربول الإنجليزي لعب 63 مباراة 5242 دقيقة سجل 39 هدف صنع 22 هدف 3 بطاقات صفراء خدهم محمد صلاح طبعا مش في البطولة طوال مشواره. أما منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو قيمته التسويقية 22 مليون يورو 28 سنة بيلعب في بكين سنوبو جوان الصيني. أرقامه مع المنتخب الكونغو الديمقراطية لعب 19 مباراة في 1433 دقيقة سجل 8 أهداف. طيب نروح لتاريخ مواجهات منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية. منتخب مصر ولعبه 7 مباريات منتخبنا فاز في 5 وتعادل في مباراة وهزم في مباراة سجلنا 12 هدف دخل فينا 5 أهداف ده منتخب مصر. أما منتخب الكونغو لعب 7 مباريات طبعا ضدنا فاز في 1 تعادل في 1 هزم في 5 سجل 5 أهداف استقبلت شباكه 12 هدف. إذن يعني احنا افضل الحقيقه من منتخب الكونغو الديمقراطيه. نتائج الجوله الاولى في هذه في المجموعه الاولى مصر وزيمبابوي
مصر فازت على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. جمهورية الكونغو بيهزم من منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شيء. أما المباراة الثانية النهاردة كانت مباراة منتخب أوغندا ضد منتخب زيمبابوي، وما زال التعادل إيجابيا ما بين الفريقين. طيب موقف مصر، مصر في المركز الأول ولعبت مباراة، فازت في مباراة تعادلت، أو أنا آسف، في المركز الثاني لعبت مباراة فازت فيها ولم تتعادل، هزمت لم تهزم، لينا هدف علينا لا يوجد أهداف، عندنا ثلاث نقاط. أما الكونغو الديمقراطية لعبت مباراة لم تفز لم تتعادل، هزمت في هذه المباراة، عليه هدفين، له من النقاط صفر. أوغندا في المركز الأول، مصر في المركز الثاني، زيمبابوي في المركز الثالث، كونغو الديمقراطية في المركز الرابع. قبل بداية مباراة مصر والكونغو وقبل نهاية مباراة زيمبابوي وأوغندا. طيب اللي بعد كده، طيب آخر حاجة معانا النهاردة وبعد كده هنستقبل ضيفنا الأول النهاردة اللي هيكون معانا نجم التحليل الكابتن سمير عثمان، هيكون معانا عشان يتكلم معانا عن فيكتور جوميز حكم الساحة لهذه المباراة، واثنين حكام مساعدين، واحد من جنوب أفريقيا واحد من ليسوتو، زخيل سيويلا ده طبعا من جنوب أفريقيا وسوريو فاتسوني من ليسوتو، أما حكما رابعا جوشوا بوندو من بوتسوانا، طاقم تحكيم اثنين من جنوب أفريقيا واحد من ليسوتو واحد من بوتسوانا، ده طاقم التحكيم الذي سيقود هذه المباراة. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني في مباراة هامة جدا ومباراة صعبة جدا جدا جدا. طيب انتهت مباراة منتخب أوغندا مع منتخب زيمبابوي وبالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين، إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة اليوم نتصدر المجموعة بدون أي اعتراضات وبدون أي منازع. الحقيقة تتصدر إن شاء الله، تتصدر مصر إن شاء الله في حال فوزها اليوم على منتخب الكونغو الديمقراطية. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته اليوم. خلينا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل أولى الفقرات، نجم التحليل التحكيمي كابتن سمير عثمان هيكون معايا علشان نحلل طاقم التحكيم لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية بعد هذا الفاصل.